السلام عليكم متابعي القناة. ابن زوج صالح أكروت يخطف الأنظار على إنستغرام. نشرت ابنة زوجة صالح أكروت صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، ظهر فيها يرتدي بدلة سوداء ونظارة خطف بها الأنظار على السوشيال ميديا، وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا نادرة لصالح أكروت وزوجة صالح أكروت فاطمة بالحاج من مواليد 17 نوفمبر 1963 بمدينة غليزان. تعد فاطمة بالحاج من خريجات المعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان، وهي زوجة الممثل القدير صالح أكروت.